بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المبارك آ رہا ہے. رمضان سے پہلے یہ کلمات یاد کر لیں. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرني من النار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.